بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تعتبر كثرة الملفات في جوجل درايف من الأمور المزعجة للمستخدمين، خاصة أنه بعكس جهاز الكمبيوتر هنا يضطر المستخدم لتخزين كافة الملفات في مكان واحد فقط. وسنعرض خطوات بسيطة لتنظيم الملفات في جوجل درايف قد يعرفها معظم المستخدمين ولكن البعض لا يعرفها. أولا نذكر أنه يمكن عرض الملفات في جوجل درايف بطريقتين. الطريقة الأولى هي List View، حيث تظهر الملفات في لائحة، و Grid View أو شكل الشبكة. ويمكننا أيضا عمل Right Click على اسم الملف والذهاب إلى Change Color واختيار لون جديد للملف. وأيضا يمكننا عمل إضافة مميزة لأسماء الملفات من خلال الذهاب إلى موقع emojikeyboard.org ونسخ الإيموجي وإضافته إلى الاسم. وأتمنى أن يكون هذا الشرح مفيدا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.